kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta awada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada aad ku daawad doontaana waxa kamid noqonayo رئيس وزراء حكومة فدرال كصوماليا مدن حمزة عبد البر وحفيزكي سكو قابلي سفيركا دولد قدر أفرية صوماليا قدومياه أدمارين تمسيبوين كقران كصوماليات أو قدومياه شرلوغ هاللي أرمها قرقاركا تليها عيدا كبوليس كصوماليات أو كل لغاتي قار كمدها علومة صوماليات دولد صوماليا او ادكتي حجيد الصوماليات اي قصوغان دالك سعود عربية اني هرير مران شرعية اللود دجيي حاجك هي ادى مارين تا مصيبوين كا قرن كا صوماليات او قرقار كا قيبسي قيبك كميدا قبل كبكول مدعوينها مامو الكبولان سعيد عبد الله الدني او دافوري امتحان كا دوكسي كا سرى اي ديگان ندا مامو الكبولان عيدا مدى ميدوغا يوروب او صوفرتي مركب اي افدوبتين كو حبر عدبادين صوماليا قطبادا ايو قطبكا لايات كودا ودون تان واركا تلفشيكا وداك رئيس وزارة حمزة عبد البر او حفيزكي سكو قابلي سفيركا دولد قدر افرية صوماليا رئيس وزارة حكومة فدرالكا صوماليا مدن حمزة عبد البر اي حفيزكي سكو قابلي دنجيلها دولد قدر صوماليا تكتور عبد الله بن سلام النعيمي إياغو كوادا هاللي حوجين تحريركا إيا إسكاشيكا كرد حيو لبادا دل رئيس وزارها إيا أغمهد عليا الدولاد دا قدر تاقيرا دا إيسيزو صوماليا قارهان لنعيادا أمنيكا كابياشا دقالها إيا هرمانين تأديكادا أساسيكا لنكي سدنجير عبدالله إيا حسين إيسي ودي دوران تاقيرا دا لنعيادا كالدوالة إيا مرولي بو لقرب تاقييهيل دولد إيا شعب كصوماليات محكمة دا قبل كبنادر او دنبي كويسي مسؤولين او كمي دهاي محدين حسن جروس اقاسميه عنشوره قطب كاوحانوس وكوبيو وريهينا قدر حسين احمد محكمة دا قبل كبنادر ايامانتو سبتية وحي قوان رسمي ايقا قارتيا كيسكا دعودي مسوق ماسوق إلوه استيا مسؤولين اي كجران اقاسمي اشي هوري ياد سعودالكا اي جنسي دها اي اقاسمي هوري عنشورها بريقا اي قار كمد اشغاله وزارة مالية دا اي ياد سعودالكا اي دولة فدرالكا سوماليا محكمة قبل كبنادر ايا كل واقضية ان واحد دنبي لغوا اي اقاسمي اشي هوري اي ياد سعودالك اي جنسي دا مدن عبدالقادر علمي علي عبدال اي مدن محمد علي آدن شمعالي الكوفي او هاتا مغناء سيدوك الوحا اسنا دنبي لغوا يايا محي الدين حسن جروساوي او اها اقاسمي وري عنشوراها بريقا او اسنا مغناء سيدو يكولو باقضية محكمة دا درجة دا كوباد اي قبل كبنادر تدح دان مسؤول او دمانتو دالك اسكاقا بحيا كدب ايذين تان مسوق اي لوسو جيديا ايا لفصحي مانتا سيدو وكولو باقي قدوميها محكمة دا ما دام لغوا يايا لمان ايذي عصلا اي لوسو جيديا gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa sidoo kale faraya hay'adaha ay ka tirsan yihiin mas'uuliyiinta inay u soo celiyaan xuquuqdooda sharci maadaama lagu waayay dambiyadii lagu soo oogay waxa eedaysanay Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqnaa ku weeyda dhamaan faldambiyada ku xusan qodobka 204 fadhiisa koobaad la la akhriyo toddobaadkii koox xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 215 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 210aad iyo qodobka 406 fadhiisa koobaad iyo qodobka contentionaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad fakradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka 82aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo lala sii akhriyo qodobka 89aad fakradiisa koobaad xarafkiisa baa waxayna ka bar yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyay 11 waxay eedaysanay maxamed aadan jimcaali kuuf oo maqnaa ah kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 204 fakradiisa koobaad lala akhriyo 7aad iyo xeerka ciqaab soomaaliyeed iyo qodobka 215 248 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 210aad iyo 406 fakradiisa koobaad iyo qodobka 215aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad fakradiisa koobaad 2aad iyo 3aad oo lala akhriyo qodobka 82aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka oo lala sii akhriyo qodobka 89aad fakradiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed waxayna ka bar yeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyay 21 waxay eedaysanay Muxuddiin Xasan Jurusaabey oo maqnaa ku weeyda dhammaan faldambiyadeeda ku xusan qodobada 204 fakradiisa koobaad 207 xeerka ciqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad fakradiisa koobaad 2aad iyo 3aad
ولا لا أخي قدوك سديد لبعتنات أشر إكارتجا لعق دقيدة هي مالجنت على الجحصدة ولا لا سي أخي قدوك صدني سجالات فخردي سكوب حرف كسبة حركة عقاب سوماليات وحين كبري إيش إدهاس وحي محكمة فرنسا دمان هي إدها أي كتر سينهين إدي سنياشة محكمة الدنبي وكوك ويدي إن حقوق ضد الشرعي يوسف عليان حكم كان عدة أن كون قنعين وحا أفرا رعفان كو سمننتو وشرعي قلت المامي حكم كان وحا لقارمانتو إتاريضو تهي شاني اللباتن كبش شانات لباكن أفري اللباتن وبالله توفيق مدحويناها مامول كبولان سعيد عبد الله الدني أو دهفري امتحانك شهاديك دوكسيادة سارة ديغانة مامول كبولان قطب كان وحان وصو كوبا يوريهينا محمد عثمان نور جولدن مدحويناها دولت قبلات كابونتلان سعيد عبد الله الدني ايا ماانتا ده فري امتحان کا شهاد ديگا بونت لان او سند کان ايو فريستان لباتن اي كو كون سيديد بقول اي كو اردي او دميستي وح برشدا فسالة سيديداد اي لابي طبانات دوكسيادة لحا اي ساري اي قبالة بونت لان مدحوينا ايا قعانتي ساقو قيبيي وراقاه اوغوه ري اي امتحانات کا قار كميدا اردي ده بونت لان وحونا اوغو دعيي انو الله افوذيو امتحانات کا isagoo u rajeeyay dhamaan mustaqbal wanaagsan munaasabadda waxa madaxweynaha kala qayb galay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Fuad Abshir Adeer iyo bahda waxbarashada Puntland wasiir dawladda madaxtooyada Puntland Cabdiftaax Maxamed Cabdinuur iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan maamulka jaamacadda BSU ardayda ruuxda badan ee maanta halka fadhiday u diyaar garowday inay imtixaanka ka qayb galaan dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee runtii waxay ahayd sharaf weyn inaan maanta halka imaado oo aan ka qayb galo munaasabada lagu daahfurayo imtixaanada shahaadiga ah ee Puntland 2023-2024 oo dhamaan ka dhacay gayiga Puntland waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo wasiirku hoggaaminayo iyo wasiirka ku-xigeenka iyo wasiir dowlayaasha ee sida habsamida leh ay u agaasimeen hawsha baaxadda leh waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan horwadeenada dowladda ee u fududeeyay hawshooda si ay ugu qabsoonto runtii muhiimad gaar ah ayay u leedahay tacliinta ee Puntland iyo meel walba iyo umad walba waxay u leedahay tacliintu muhiimad gaar ah maxaa yeelay waa meeshii jiilka lagu barbaarinayay waa mustaqbalkii Brito waa umadii la rabay inay meesha maanta la joogo hore uga sii dhaqaajiyaan runtii waan u mahadcelinayaa macallimiintii ku soo tiiriyay tacabeesha iyo waalidiintii garab taagnayd ardadatan inay soo gaaraan heerkan maanta ah oo ay u taagan yihiin inay shahaadooyinka dugsiga dhexe iyo dugsiga sare maanta ay ka gudbaan kuwa dugsiga dhexana ay u gudbaan dugsi sare kuwa dugsiyada sare ka baxayaana ay u gudbaan jaamacado iyo macaahido iyo qaybaha kale ee tacliintooda kor u sii qaadi doonaan waxaan ii rajaynayaa guul meel kasta aad joogtaan boqol iyo dhowrka xarumood ee laga qayb ee maanta ka dhacay imtixaanka dhammaantood waxaan ka salaamayaa halka waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa inuu imtixaanada tan ay u socdaan si habsami leh waan rajaynayaa inaad ilaalin doontaan nidaamka imtixaan gelista ee wasaaradda iyo mas-uuliyiintiina ay inii jideeyeen waxaan ii rajaynayaa guul sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadadii hore ahmiyadda sanadkan la siinayo imtixaanada iyo ardada kaalimaha hore gala iyo runtii barnaamijyo waaweyn ay dowladdu ka leedahay dhiirigelin ayay mutaysan doonaan arrimaha ardada kaalimaha koowaad gala waxaan idiin rajaynayaa in aad wada guuleysan doontaan muddada yar oo imtixaanada socdana yaan la isdhayilsan oo maaragtay maalintii uun la imaanay muddoydaasna imtixaanada si wanaagsan in loo akhriyo hadal badan maanta halka ma ahayn munaasabadda dambe markay imtixaanaadku dhammaadaan baan isu soo noqon doonaa hadii ilaah idmo maanta muhiimadeenna waxa weeye inaan iraano maalin wacan maalin guuleed
نيت سامي يدقنان امتحانا ده كوغلا إن شاء الله وحاني رجينا يأينا تقولي ستان دمانتين نقونتي إني إناي كتر جنتو نتيجوين كينا رجينينا معلمينتي نوحانو رجينا يا شغادة بادن سواق ابتايقنا قول وزيرك يا وزارة نوحانو رجينا يا إنو ماركتي هاوشان باحد الإله أفضايو والسلام عليكم ورحمة الله تليها عيدن كبوليسك سوماليات أو كلان لقاتي قار كميدا علومدا سوماليات قار كميدا علومدا سوماليات أو بوغدي تليسك عيدن كبوليسك سوماليات أي كبوغا ديي شقدي بوليسك سوماليات أي كقبتين داتكي أنشحومدا كوفا فينا يبراها بلشدا سيدو كرا علومدا سوماليات أي تليها عيدن كبوليسك سوماليات سريقو تسولوب أحمد فرن كو أماني قو أنكي سياها إن قفك حافظ القرآن كأه إيكا من نقر يعيدن كبوليسك سوماليات لميدي هاي قف هستو شهادة دوكسيك سراء تليسك عيدن كبوليسك سوماليات سريقو تسولوب أحمد فرن أيا دنكي سا علومدا كعصد إن إيقا عنك جيستان وعيقن انت بولشادة سوماليات يدو علومدا سوماليات أي شاقين إن مر ولبا إقرب تاغيهين عيدن كبوليسك سوماليات قدومية هي أدى مارين تمسيبوين كقرنك سوماليات أو شر قدومية كورنك جوكتدا هي أدى صدمة قدومية هي أدى مارين تمسيبوين كقرنك محمود معلن عبدالله أيا شر قدومية كورنك جوكتدا هي أدى صدمة كاسو ديرادة الغساري دردر قلنت شقد هي أدى هي أدى ميستيركا هاولها مالين لها وحيالها كالدوان هي أدى صدمة sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay oo looga warbixiyay wacyigelinta iyo digniinaha ay hay'adda ka soo saartay duufaanta Layli oo soo abuurantay 14kii May 2024ka in gabi ahaanba meesha ay ka baxday habeenimadii ay bishu ahayd 23kii May 2024 taasoo socotay muddo dhan 10 cisho soona martay heer kala duwan hay'adda maareynta masiibooyinka sodma oo go'aansatay la dagaalanka iyo ka hortaga leexashada gargaarka bini'aadnimo ayaa maanta kulanka joogtada ah ee hay'adda sodma lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh siyaasadda hay'adda maareynta masiibooyinka ee ku aadan la dagaalanka iyo ka hortaga leexashada gargaarka bini'aadnimo kulanka joogtada ah ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda kala duwan ee hay'adda sida gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda agaasimiyaasha waxyaha kala duwan iyo la taliyaasha dhinaca kale hay'adda sodma oo gargaar ka qaybisay degmada xudur ee gobolka Bakool hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma ayaa 217 qof oo isugu jira danyar barakacayaal iyo waayeel waxay gargaar ugu qaybisay degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gargaarkan ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana horay sodma ugu deeqay dawladda isku taga Imaaraadka Carabta sidoo kale gargaarkan qaybintiisa waxa ay adda sodma ku weliye wasaaradda gargaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed maamulka iyo dadka ka faa'iideystay deeqdan raashinka ayaa uga mahadnaqay hay'adda sodma si gaar ah gudoomiyaha hay'adda kaas oo suurta galiyay in mucaawinadani la gaarsiiyo qoysaskan guud ahaan warkii telefishinka wadaag waa nagaynta